ولما ابتدأ يسوع خدمته كان يبلغ نحو 30 سنة، ورجع من نهر الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، وفي كل تلك الأيام لم يأكل شيئا. وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ثم أصعده إبليس وأراه جميع ممالك العالم: إليك أعطي كل هذا السلطان والمجد لأنه قد صار لي، وأنا أعطيه لمن أريد. كل هذا سيكون لك إن سجدت لي. مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم أخذه الشيطان إلى أورشليم وأوقفه على جناح الهيكل: إن كنت ابن الله فألق نفسك من هنا، لأنه مكتوب إن الله يرسل ملائكته لكي يحفظوك، وإنهم على الأيدي يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. يقول الكتاب: لا تجرب الرب إلهك.